احنا موقع تأهيل الشارع الممتد من تقاطع باب الجديد باتجاه دورة المستشفى ضمن خطة تنمية الأقاليم التي أطلقها السيد محافظ نينوى بإشراف مباشر من السيد مدير بلدية الموصل. تقوم شعبة المشاريع وحدة الطرق بإعادة وتأهيل الشارع الممتد، ويتضمن العمل أعمال بناء القوالب الجانبية ورصف البيهارتون إضافة إلى معالجة الضربات والتخسفات في المنطقة، ويتضمن عمل القشط والإكساء إضافة إلى الأعمال الزراعية. التجاوزات الموجودة فيما لو كانت أكو تجاوزات سيد، في حال وجود أي تجاوزات سيتم معالجتها من قبل القطاع المعني ضمن الرقة الجغرافية. أكو تنسيق بينكم بين المجاري أو دائرة الماء بالنسبة للعوارض اللي بالطريق؟ نعم، هنالك تنسيق مع الدوائر الخدمية كافة في أي موقع يتم العمل فيه. حاليا ايش قد نسبة الإنجاز تقريبا؟ نسبة الإنجاز حاليا بحوالي 15%. العمل مستمر؟ العمل مستمر إن شاء الله، سوف يتم إنجاز العمل ضمن الفترة المحددة.